النور مشاركي صباح تفضلي. بس الحمد لله كيبيان. صباح الخير عليكم. معكم بروفيسور قادري شيرجي لافا اوغل اي شيرجي ستيك اي بلاستيك دو لافاس اي دوكو ولا ولا بوش لا كروازمون تاعها نديرو لا كروازمون. خافيش دوك ماش ندير لك غون ترو باش نفسي. حنا العمليات يعني نديرو كل العمليات الترميميه وتجميل للوجه والرقبه والميم طون لي باثولوجيك سورتو توت لي باثولوجي تاع يعني الامراض يعني الامراض وغير ميم طون ترميميه وتصحيح. العمليات اللي نقوموا بها بزاف بزاف هي عمليه تقويم الانف سواء ترميميه سواء تقويميه سواء اللي هي العمليه الاكثر الطلب هنا في الجزائر. دونك راح نديرو ان بيتي ان بيتي بيكور شحال يدو ماكش تحسي شويه تمام. اليوم قمنا بعمليه تعتبر عمليه خفيفه يعني بسيطه انفوسات يعني باش نديرو يعني انفوسات في هنا في الخد. كاين دي فوسات في المونطون مي اللي يدومونديو بزاف لي فوسات تاع الخد اكثر من تاع هنا المونطون. هي تعتبر تقنيا نحلوا العضله ستانديفو يعني خلقوا ربي في الانسان. كاين اللي عندهم كاين ما عندهمش العضلات يكونوا مفتوحين. حنا نخلقوا هذا الديفو هذا نحلوا نحو شويه من العضلات اللي بوش نحلوهم شويه ونحو العضله نعاودوا نخيطوا لا بوش تدخل داخل حتى تحكم بلاصتها. النتيجه تبان كما هضرنا قبل في كيفاش كنا نديروا فيها تبقى شويه انتي ديبريسيون اسبوعين ثلاثه ومن بعد تبقى باينه طول طون ومن بعد تبان غير كي تضحك المريض ولا الباسيونت ماهوش مريض باسكو ماهوش مريض غير تضحك تبان الشعر نتاعها انها كي تعود تضحك تبان. وي هذه ستين فوسات كي دوفري غاستي افي ياك ان تي بورسونتاج يقدر يروحوا لهم شويه اقل من 10% مي نقدر توجور سي فيزابل نقدر نعاودها. حنا ساعات يجونا ثاني دي جون في ولا دي باسيون نقول لهم ما تصحلكمش الفوسات سيتو اللي عندهم فيزاج ماكر ولا يحب يدير فوسات تبان له شويه تبان خط وجهه عاد ماشي طبيعيه. اللي عندهم قد ما يكون لي بومات وعندهم لي جو كبار تكون بلي جولي اي بلي بال. صافا النتيجه ديجا بيان. كل واحد الامكانيات تاعو والطلب تاعو وثاني وحنا ننصحوه واش يلزمو اسكو باسكو الجراحه ديما نخلوها هي اخر غوكور هي الجراحه يعني سواء في العينين سواء في الانف سواء في الوجه سواء في الرقبه.